صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. من الطبيعي والمفترض ان الشباب هم اساس نهضة المجتمع والقوة اللي بتدفع الوطن علشان يوصل الى. لازم تتواصلوا مع الكبار اصحاب الخبرة، لان الجيل القديم لازم يضم الجيل الجديد في حضنه. لازم تستفيدوا من الوقت اللي بتضيعوه في حاجات واشتغالات ملهاش لازمة. اهتموا بالكتابة والقراية اللي هتعلي دماغكم وتخليكوا شباب فاهم وواعي، مش شوية عيال مطيرة. ولازم تجتمعوا على هدف واحد، تتعبوا وتشقوا وتجتهدوا عشان تحققوه من أجل مستقبل مشرق، مستقبل مليان بالسعادة والمتعة والانسجام والرفاهية. لازم تتواصلوا بمبادئ وقيم محترمة، لكن لو فضلتوا منفضين فإن نقوص الخطر يدق يدق ولا دق. نتحدث في المحاضرة السابقة عن أن نقوص الخطر يدق، بمعنى أن مادة المشكلات الاجتماعية ليست بالمادة الثابتة. فمما لا شك فيه أننا نمر الآن بمرحلة من التغيرات الاجتماعية الخطيرة التي لم يشهدها المجتمع من قبل. فمنذ سنوات قليلة مضت كنا لا نسمع عن التحرش الجنسي. هو فين التحرش ده؟ في بلانينا احنا لقين حد يتحرش بينا. فضل اطلعوا برا برا. كده برضو؟ طب انا زعلان منك. باي. Cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos suavemente. Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente. Ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. ¡Find your measure! ¡Habibi! ¡Habibi! عامل ايه؟ عامل ايه؟ اخبار الموزه دي؟ حلاوه. شايف الموزتين اللي قاعدين قصادك هناك دول؟ يا ابن اللعيبه. ايه؟
هو قريشي ده؟ إنها أمزز الجواري يا سيدي. إذن فيا الحرب. نعد الخيل ونسن السيوف؟ نعم، ولنذهب بهم إلى خيمتي بحدائق الأهرام. طب وماذا نحن بفاعلين؟ سنحرر الجواري. واحنا بعتنا للسباك. هجيب سباك يصلح النور. انت سكرتي ولا في ايه؟ امال يعني هجيب كهربائي؟ انا مش شايفه حاجه. طب خدي بالك بقى لا تتخفي في حاجه. ماشي. انا مش قايل لك تاخدي بالك، اديكي وقعتي اهو. هاتي ايدك لما اقول. الشجرة دي طلعت امتى؟ دي ما كانتش هنا الصبح. ايه الليلة السودا دي؟ يا بنتي ما تزقيش فيا كده. انا خايفة، خايفة قوي. طب ما انا خايفة اكتر منك. انا خايفة اكتر منك. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ السلم ده ما كانش هنا الصبح برضه. يا عم الفيلا كلها ما كانتش لسه اتبنت الصبح. ابدا بقى وخلصنا. مش راضي يفتح. ده مفتاح العربيه. امال مش راضي يفتح ليه؟ انت سكرتي ولا في ايه؟ طب جرب كده الريموت. ايه ده؟ انتوا مين؟ وبتعملوا ايه هنا في الليل؟ بابا؟ ها؟ انت عجزت كده ليه؟ ده انا سايبك صغير الصبح. هو انت يا جاري الهنا واللي مملي عصابه وجاي تهجم عليا في رصاص الليالي؟ دول صحابي يا بابا. انا مش ابوك. ايه؟ يعني انا ابن حرام؟ وجئت لاعلمه من اين ولكني اتيت ولا ايه؟ يا عم اتيت وانت قاعد شويه. ده محمود بجارك. ممحون بجاري؟ ممحون في عينك قليل ادب. هتمشي ولا اجيب لك البوليس؟ لا 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 يا عم بص، والله 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 احنا غلطنا في الفيلا. انا عارف، انا عارف يا بريئه انك انت بريئه. انا عارف الذنب كله على اللي مترباش ده. خش جوه، خش جوه، خش جوه، خش جوه، خش. يلا حصلي زميلتك جوه. خش. انا عارف انت بريئه. البابا قال. طب يلا بينا احنا ولا ايه؟ احنا هندشدش الباب ده على اللي فيه. هما فين؟ امس يا استاذ ممحون. يا استاذ ممحون باشا. استاذ ممحون ممكن البنات؟ ده الجيران اللي بعديها مش كده. يا استاذ ممحون دي الجيران اللي بعديها مش كده. مش هتاخد الجوزه طيب؟ شكلهم هيطولوا. ايه دي؟ دي الجوزة. يلا زي الفل. زي الجميل. ايه ده؟ ايه ده؟ ابو تعالوا. تمام قوي. لا والباب مفتوح لوحده. ده انت لازمك زودة النهارده. يلا. ايه يا بنت في ايه؟ خايفة حبك. حب ايه؟ ده انا عرفت من نص ساعة. ما انا اي حد بيحضني ويبصني بحب. ده انت حبيتي بقى مصر كلها. بقول لك يا بيت، انا ما بحبش السوقه دي. يعني ايه؟ يعني بحب البنت اللي تكون صعبه شويه. يعني اول ما تشوفني تطلع تجري، اقوم طالع اجري وراها. اشدها من فستان يتقطع، ابص انا بقى ساعتها. يعني حسسيني كده بشويه مرمطه. ده انا همرمطك.
انا اللي همرمطك. خد يالا هنا يالا. ايه ده؟ مين اللي جاب صورة الست المجنونة دي هنا؟ ولا مين دي اللي مجنونة يا بنت المهبوش؟ دي امي. هو انت امك بقى تبقى سوس المبادئ؟ سوس المبادئ؟ ومصدعانا بمحاضرات المبادئ والقيم والاخلاق وفي الاخر تطلع ام تايجر المنحرف. طب احترمي نفسك يا حيلة امك، انا امي ست محترمة وربتني تربية محترمة، ولما تخش بيت العيلة المحترم تحترمي نفسك وتبقي محترمة. ايه ده؟ نزلت الاحترام. طب يلا يا صالح اللي فيها، يلا يا حبيبتي بره، يلا عشان تحاول المحاضرة بدري، يلا يا حبيبتي، يلا يا أخي، يلا. ليه كده بس يا مان؟ في حد يرفض النعم يا مان؟ أنت سكران يلا ولا إيه؟ لا. تعالى معايا. إيه رأيك في اللون ده؟ وعلى فكرة أنا جاهز، بس الفترة معدودة، يا تلحقيني ما تلحقينيش. لا لا لا، أنا ماليش في الألوان والمقاسات دي، أنا ليا في دي. ده اليوم الأسود ده، أسود في أسود كتير. على فكرة الأسود والسيلفر أحلى الألوان. آه، على أساس إن إحنا هنشتري عربية. أجيب لك واحد أصفر وتبقي تاكسي العاصمة؟ أنا كل لبسي أسود، في مانع؟ لا مانع إيه؟ ربنا ما يجيب مانع خالص يا ابني. لا دي بنعيني يا أما. لا 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 ما فيناش معاك. لا 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 مشطم ولا هو بيتكم مسكون بعيد من شارع الهرم ولا ايه؟ قولي لا، هو اللي بيحصل فيه ده شويه. حبيب قلبي ما تجيبي بوسه. صوت حد تحت، حسين يكون ابنك جه؟ ابني؟ لا اطمني، ابني بيبلبط في اسكندريه، هو بيبلبط هناك واحنا هنختص هنا. انت بتختص لحد فين؟ انا بجيب الاعمال. انا ابويا اتهطل على كبر. ايه الصوت ده؟ دي رساله من تحت الماء. امي اقدرك اقدرك اقدرك. يا نهار اسود. ايه ابني ايه؟ انا عمي مات. انت قلبت غوريلا ولا ايه؟ الشعر اللي بصدرك ده في ايه؟ عمي مات. ما قاليش. ما قالكش ايه؟ بقولك عمي مات، اخوك مات يا رشدي وانت قاعد بتشوي هنا. اشوي ايه؟ ده هي اللي جايه محروقه. اخويا مات يا بنت الفقريه، فوتي عليه بالاسود اللي انت لابساه ده. انا رقم 010 والباقي كله حايد، اشوفك بعد الاربعين. يا عم اخوك مات. طيب مات. عرفت انه مات واللي انا باظت وادينا اهو حزين اهو. عمك اللي في الصور ده شبه عبد الحليم قوي. انت حمار يالا، ده عبد الحليم. ما انا عمي كان عازف ناي في فرقته. امك جايه ليه؟ معرفش. ازيك يا ماما؟ اهلا يا حبيبي. تعرفت ازاي؟ من عبد الرحيم سكرتير المرحوم، فيه الخير عنكم. ماما جو صاحبي الدكتوره سوسن. سوسن مبادئ اختي. جو ده اسمك في البطاقه؟ لا انا اسمي في البطاقه رجب عبد الصمد رجب. وبتشتغل ليه يا رجب؟ انا طنط اتخن دي جي في مصر. عبد الصمد ودي جي؟ طب تيجي ازاي دي؟ ايه اللي انت جايباه معاك ده؟ مش ده صاحبك؟ اه صحيح. ايه يا ربي ايه؟ خلصت؟ اه سعيكم مشكور. مات صاحب اللي الحزين وساب جوانا جرح أليم. ماتت الرومانسية من بعده، من بعده ماتت الرومانسية. هو ده ماله خشب كده؟ ده اللي فضل منه يا بابا. أخوك المرحوم ساب وصية مع جاد الرب المحامي، وجاد الرب جاي بكرة إن شاء الله من البلد،
وبعد العزاء هيفتح الوصية في حضوركم وحضور الدكتورة سوسن. وبمناسبة ايه الدكتورة سوسن تحضر فتح الوصية؟ مش كفاية خلعتني وطردتني من البيت؟ علشان انت راجل هلاس وعلمت ابنك يبقى زيك يا راجل يا موبوء. لا أرجوك سيبهولي، أصل المرحوم معلمني أعزف عليه علشان لما هو يموت نايم وما يسكتش أبداً أبداً. أنا ارتبطت بيه عاطفياً. بالمرحوم؟ لا بالنهائي. خده، أنا مش عاوزه. أنا شخصياً ماشي مع طبلة، بس طبلة إيه؟ طبلة طبلة. ها؟ مكري ما جاش ليه؟ زمانه جاي. ايه الدخان ده؟ هيرصوا حجرين على روح عمك، ما انت عارف كان بيعز الجوز قوي. اروح انا اظبط الصوت ده عبال ما المكر يجي. اتكل على الله. ماشي. قال الله. قال الله. شدي حيلك يا دكتوره. شد على الله. اتفضلي حضرتك كرسي. اتفضلي. هاي ما تزعيش نفسك قوي يا تونت عشان الزعل يبين انت جايت لي تحت عينيكي. تشاو. انت جعت؟ علي يا ابني البيت شويه. ايوه فل قوي كده. هلو ايفريبادي بقى لله. شوف صاحبك ابن العبيطه ده، هو فاكر نفسه في الديسكو. هو لسه عمل حاجه، ده لسه هيسخن اكتر من كده. اه بنوازي وبنشاطر وبنعزي حبيبي وصاحب الضيقه وبنقوله كلنا دايما دموع دموع الباقي يا جو يا حبيبي. يعني ميرسي على الكومبليمون اللطيف ده. عارف لو طلع نقطه هروح اقتله لك حبيبي. تقولنيش بحاجه يا اخي، الحبايه اللي انت جايبها لي دي مهرشاني قوي. اقدر اقول ده انا دماغي بتاكلني يا معلم. طب بقول لك ايه، معايا حاجه ثانيه. انت سكرت ولا ايه؟ ها مسكوته حلاوتك يا جدع. الواد ده جدع والله العظيم، الواد ده جدع. ده جدع. اه احسن لك روح سكته، يا روح اجيب لكم البوليس يقبض عليكم عشان حبوب اللي عمالين تنطوروها في الصواني. اجيب لك واحده معاه مصاريبه. اشوف لك، لو ما لقيتش هات تراما جاك. ماشي. سمعت خبر وحش قوي. ايه؟ انت سبت الواد بتاعك ولا ايه؟ ايوه. كنت بقول لك ده دايما ما معهوش ما يلزموش، هيصرف ايه في الحياه؟ دليله برضه كده. لم الحاجه بقى. لا لم ايه، ده انا لسه ما قلتش كلمتين على بعض، وبعدين الحبايه لسه ما اشتغلتش. طب المهرشه دماغ اهلي ليه؟ انت طفشت يا تايجر. ايه البتاع ده؟ ده المايك. وحدون عليا النعمه، الناس دي كلها مؤمنه. بفضل الله. مستعجل ليه؟ لسه السهره طويله. بفضل الله. المقرئ فين؟ انت هتوترنا ليه؟ مليلة زي الفل. هارد لك يا انكل. انكل هارد لك؟ ليه خسرت الدوري؟ اقصى عليك يا انكل. اقصى على اللي جابوك. سعيكم مشكور. سوري يا انكل، ما بسلمش عشان انفلونزا خنازير. مين الخنزير ده؟ ده وائل. انا رايي تلم اصحابك توديهم على عزا الحريم. انا بعت واحد. قال الله. قال الله مرحوم سرايح. وانت مش ناوي تسرايح. مين ده؟ ولا اعرفه. اللهم طولك يا روح. طنط ده شكلك متضايق قوي. بليز عيش اللحظه، ما تزعليش نفسك ولا هيجي لك هارد اتاك. ايه ده انت؟ ايه اللي دخلك هنا؟ وانت مالك وتقول لي انت ليه؟ الله، هو انت انتي ولا انتي انت ولا انت انت ولا انت اشتري؟ انا داري وانت مالك. وايه البلاوي دي؟ انا مش فاهم. ما تزعليش نفسك يا دكتور، احنا كلنا جو 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 ج
انت جاي السرايا عندنا مش تقول تديته ايه يالا؟ ما اديتوش حاجه، ده اول ما شاف البرشامه مات. المقرئ فين؟ الليله العسل دي عسل ايه؟ الناس بتموت اهي. مين مات؟ جاك. بقى لله، هو ده عزم مختار؟ انا افتكرتك، انت لسه ما لقيتش عزم مختار. هو ده عزم مختار؟ ده عزا ورثة أم مختار. طب ما لكوش حاجة وحشة. لا خد راح فين؟ مدام جيت خش عزي. لا خلاص عندي ميعاد مش هقدر. خش خش. مش هو ده؟ ده مسكين بقاله 7 سنين بيدور على عزا أم مختار. مش عزي. خد يالا خد يا بسم الله الرحمن الرحيم. دو رامي فا دو رامي. ايه يا متر انت هتغني ولا ايه؟ ما تنجش الراجل نازل السلم براحته بدل ما يتكوم على وشه. لا لا لا، دي مش بتاعه السلم، دي اخر الحان المرحوم التي لم تظهر للوجود. الحمد لله اهو ساب الوجود كله وقابل رب كريم. يلا يا استاذ جاد اقرا الوصيه من فضلك. من عنايه الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصي أنا سليم سلامة وأنا بكامل قواي العقلية بأن تقول كل ثروتي لابن أخي سليم رشدي اللي اتسمى على اسمه. الله أكبر يحيى العدل، الله يخليك يا عم ويطول لنا في عمرك. هو فين عمي عشان أبوسه؟ تبوس مين؟ الراجل مات. اقعد بقى. الوصية دي فيها حاجة غلط، هو يقصد لأخي رشدي مفيش ابن، أصل أخويا كان بيفك الخط بالعافية. أنا عارفه. بص يا حضرتك يا بيه مفيش غلط ولا حاجة، ربنا ما يجيب غلط. وذلك بعدة شروط وهي نظرا لأخلاق سليم ورشدي التلفنة والبيضي. واحد، أن يبحث سليم على بنت أصول ليس لها علاقة سابقة مع أي شاب، يعني محدش لمسها أبدا. بالعربي الفصيح كده نو تاتش. عندها تانية يعني ولا إيه؟ أو بالكهرب يعني. على الأصل دور يا محترم، مش من الكباريهات والديسكوهات والمواخير اللي بتسهر فيها. ده وقت احنا فيه ولا في ايه؟ ايه يا عم الوسائل من ايه في 60 نيله دي؟ الاهم من ده كله بقى يا استاذ سليم انك تطمعها بالجواز. ثانيا، مده البحث عن الفتاه لا يستغرق اكثر من 40 يوما، واذا لم يتم العثور عليها تؤول الثروه الى الجمعيات الخيريه ودور الايتام. فرحان بنفسك قوي يا اخويا. لا ده كده هاصل. اخويا جنن. ايوه اخويا مجنون، وانت السبب، انت اللي بوظتي دماغ اخويا، انت اللي كنت نبتاله في اخر ايام. لو سمحت بلاش غلط، انت عايز كل حاجه على الجاهز من غير تعب. تعب؟ هو حد يتعبني في حياتي كلها قدك يا متعبه؟ مش كفايه انك خلعتيني زي المسمار المصد وفضحتيني قدام الناس؟ مش كفايه حرمتني من ابني وخدته مني وطلعته بايظ زيك يا موبوء؟ نعم. كويس يا ابني، انا كده مش عارف اعمل وصيه. ثالثا، يا حلاوه الثالثه، ان يعيش الاستاذ المبجل جاد الرب عبد المولى اللي هو اني في الفيلا لمده 40 نهار هو وجماعته مستحميين نائمين اكلين شاربين متهنيين، واني واني يراقب سليم ورشدي كظلهم، واني اؤمنه على الوصيه امام الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ويكون في علمكم فات من 40 نهار 10 دقايق. اللهم اني بلغت، اللهم فشل. ما تسمعني حاجه بدل ما انت واقف كده. تحب تسمعوا ايه؟ دلع عيني دلع، اخويا عملها وخلع. انا ما سمعتش حاجه، ما انت كل خدت كل حاجه. هو اخويا مربي معيز تاني كمان؟ ما تاخذنيش يابا الحاج رشدي، ده الجماعه بتوعي. ايه معيز بيقولوا عليك؟ ايه معيز ايه؟ ايه الشيء الغريب ده يا مستر؟ يا ابني بقى دي الجماعه بتوعي. وشغاله فايبريشن كده ليه؟ مالك يا حاجه؟ ربنا يشفيك شر المرض تسليم بيه. راكبها عفريت اسمه ميسي. عفريت اسمه ميسي؟ هو
وانت ايه اللي وداك الدوري الاسباني يا شاب؟ بتتصرف يا جاد الرب؟ عايز تعمل ايه يا احمد خالد؟ اتصرف ولا ابعت اجيب كاكا يطلعه من عليه. لا بلاش كاكا، خليه في زيدان. على رايك كاكا ممكن يزروط الدنيا. هنادي هنادي على مين؟ هنادي ما تنادي يا عم وخلصنا يا زياده فاروق. دماغي واسمها هنادي. طب خليك مع مرضك يا استاذ جاد. هي دي هنادي؟ هي دي هنادي؟ لا يا ميسي، ميسي ما تحترم نفسك يا ميسي. أنا يا ميسي، مسكت يا ميسي. يبعد ليه؟ سيدينا براحته عشان يعرف يسجل. ميسي جاب جول. يبقى بوسه. ولا اقتله عليا الطلاق يا اقتله. تقتل مين يابا؟ انت عارف تمن وكام ميسي ده؟ لحظه، هو مش ميسي ده بيلعب مع برشلونه؟ لا، ما هو ساب برشلونه وبقى يلعب مع هنادي. ده ايه الوعي السودا دي؟ اجيب له بقى انا منين واحده محترمه؟ لا وايه؟ ما اتلمستش. هو في واحده ما اتلمستش؟ في واحده ما اتلمستش؟ يا نهار اسود، ده انا اشرف واحده عرفتها في حياتي كانت مصاحبه 12 قبل. ما اتلمستش. انت مركز في ايه؟ ما تفكر معايا. والتفكير ده ببلاش. يا نهار اسود، انت بتساوم ابنك يا رشدي؟ بتبتزني؟ ما كانش العشم. عمك عشم مات، انت ما حضرتش العزا بتاعه. ده انا ما كنتش اعرف انك مادي قوي كده. عشان حمار مش واخد بالك. ده انا حتى معروف بين الناس كلها ان انا مادي وبتاع مصلحتي وبس. اسأل يا اخي، اسأل هيقولولك. انجز، عندك استعداد ترفع تمن الحل اللي هقولهولك ولا ارجع اكمل الجيم بتاعي؟ يا ساتر يا ساتر، عايز كام؟ نص الثروة. نعم يا علماء حطة ييجي بطبح له البطة ييجي. بقولي يا بنت هنال، لما ميسي ده بيركبك يعني بتحس بايه؟ بنبص بسطي ضربة الدم لما تحتشرك انت وامك. يا ده في الترع بتاعت مصر. ترع ايه يا بنتي يا هبل؟ ده بزين بزين يا فلاح، بس خلي بالك من القرار. بيعمل ايه؟ هي الترع دي خويته يا جات يا بيه. عم عم فراشة، ازاح الورق ده. واو، رز قوي الفراشة دي، بس محتاجة تغيير صوص. بعدين بعدين اتجوزها واحد منتهي الصلاحيه. حلاوتك يا رياف وحلاوتي اللي بيجي منك. بعدين بعدين استر نفسك يا ليله البخت. جرايه برشدي البيت له حرمه، دخل عليا كاسه احمد يا احمد. جرالك ايه يا اخويا؟ دي ترعت اخويا من سبعيه ربنا ما اصطدت الشباره. شباره مريم بولطيه دي تبقى ايه؟ يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي يا فضحتي. واو استر نفسك يا بيه. مراتك نتاية عالي يا جاي. عالي العالي. ايه؟ جرايب! اختطي يا بنت الطرفة ومتدين على المعيشة. جرايب! جرايب يا جدع! في ايه؟ في ايه؟ خليك اصبر. يعني ايه اصبر دي يا بروج؟ يعني اصبر علينا شوية. الله! دي عالي العالي. هوب 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 ايه بقى؟ بقولك ايه يا جدع؟ بص الجهادي، بص الجهادي يا بروج، بص الجهادي. بقولك ايه؟ من الاخر كده احنا لقينا بنت الحلال يا استاذ جاي. وماله يا اخوي؟ هوب اسيب العنوان وانا بحصلكم. بقولك ايه يا بروجدي؟ سايق عليك النبي تخفى من قدامي عشان العفاريت بتتنطط قدام عيني. يلا اخفى. مش هبه. طب ادينا هبه واحده. مفيش هبه يا برشدي. يا شيطان اشتغل عليكم. بدي هنادي. هنادي انت رحت فين يا ليله البخت؟ هنادي هندور لك عليها بقى. هبه يا برشدي عشان خاطر ربنا. سيبني يا برشدي. بدي هنادي. هنادي هبني. هنادي غراضي غراضي. انت كنت فين يا بيه؟ انت مش قلت لي اختصي وما تبيش الا لما اقول لك. بوطع يا هنادي. ايه 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 ده؟ ما فيش فين فيكوا سنين؟ سليم اهو اهو. سليم اهو. فين سليم؟ فين سليم؟ انت سليم. انا سليم. وريك بطاقتك. انا سليم. انا سليم. اتفضل نعدي. اتفضل حاضر.
هو انت معروف هنا ولا ايه؟ اصلي يا مراتي انت اللي معروف ازعلني. اهو الولد ده مش معانا سعاده البيت، يا ريت تسيبوه عليك الكلاب وتخلصونا منه. ما ينفعش، لازم يدخل ويشوف العروسه بعينه. يا شباب الشتات كل ده حراسه على باب، دي اكتر من الحراسه اللي حدانا في المركز لما بتزورنا. افتكرت والله فكرتني، ده باين له معانا، بس اصل الذاكره عندي اتهزت من ساعه الخضه. سيبوه يا مرشدي، ازاي عليك يا عم تسيبني يا مرشدي؟ يا عم انا يشرفني ان انا اطلب ايد بنت حضرتك، واحنا علو باشا مستعدين لكل الطلبات. الحياه يا جماعه انتوا يعني يا سبحان الله، والله يا سعاده الباشا ومالك عليا حلفان، اني طول السكه براحي في الجوز دول وبقول لهم على نفس الكلام اللي سعادتك ما قلتوش. قلت لهم يا اخواني انتوا فين والباشا فين؟ هي العين تعلى على الحاجب؟ مالك يلا؟ الله في ايه يا جهاد؟ الله الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. تشكر يا سعاده الباشا. علو باشا برضه ناس مش قليلين. انا واعوذ بالله من كلمه انا من كبار رجال الصناعه في مصر العربيه المتحده. العربيه المتحده؟ ما تتنفخش قوي كده، ما المصنع واقف. هو ما يعرفش حاجه. بس انا على حسب معلوماتي ان سليم ابنك عاطل وصايح وطول النهار بيجري ورا البنات ومقضي الليل كله لغايه الصبح في السهر في الديسكوهات والكباريهات. لا حرام، الظلم حرام. ان جيت للحق والحق يتقال يعني ابوه بقى اسمه قال عاملين مراحل. اهرس يا حيوان. الله يا عم دي كلها اشاعات مغرضه. ربنا يقول لي بختك يا سليم، انت عايز تقول ان الباشا بيقول اي كلام وما بيفهمش حاجه؟ ده انت ناقص طول ان هو جاموسه نطاح. في ايه يا ابن الورد؟ انا ما زلت مصر ان الشيء اللي انتوا جايبينه معاكم دوت بيقول كلام مظبوط. بس يا بابا انا خلاص يا بنت، انا اسف يا جماعه طلبكم مرفوض. بقى انا بنتي مثال الشرف والعفه والطهاره، اجوزها لواحد زيك؟ لا. ربنا يصلح حالك ويوفقك في اللي انت بتقوله. وانت يا مدام اسمعي كلام ابوك وما تخرجش عن طوعه. الله كده. طب ايه رايك بقى ان بنتك مفوشه معايا في عربيه قبل كده؟ اخلص قول له على الشقه. وفي شقه ما بقول لك اخلص. ما تاخذنيش يا سعاده الباشا، انت اللي تخلص وتحط في بقك بلغه كمان. لان من ناحيه مقفوشه ده ايه مقفوش والدليل معايا. الدليل اهو، اتفرج يا مروج. شوف شوف صوره البت مع الواد اللي اسمه تامر حسن العاطفي دي، عاملين مع بعض فيديو بليب. يا نهار اسود ده بليب وزداني. اتفرج وحمص يا اخي. خد سليه سليه. اتفرج يا مروج. يا فاكر يا مكرمة؟ لا 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 عيب. لا 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 بنتي لو غلطت نقفل الباب علينا ونربيها وما نحشرش منجز زي ده في وسطينا. انا لازم اقتلها وانا ما عنديش مانع. امسك دي وشرف امي اللي قتلها. وشرف امي اللي قتلها. يا جماعه العبوا بس ما يطلعوش من هنا. هاتوا الكلاب. كلاب كلاب لا انا بهرضك يا مولاي. يا نهار اسود يبقى كده يا سجان زي ما بتقول الناس مفيش بنت ما اتلمستش. اعمل اللي بتقوله ده يا بيه، ما انت قدام اهو. كان حد لمسك غير يعني ولا كان حد لمسك غير؟ يا دي الهيبه، ده انت اللمسه الاولى والاخيره يا جاد. يا نادي. يا نادي. ده انا بتدقشم يا بيه، لقيت دي وجعاني قوي قوي. يبقى هتطول يا جاد. اطول ايه بس يا نادي؟ ده انا واخد علقه موت عليا الطلاق بالتلاتة منك. علقة بياخدها حرامي في مولد. ما تيجي نريح شوية يا جاد. ايه حبكة يا هنادي؟ يعني انت بتطلبوش الحكاية دي غير وانا في اسوأ حالتي؟ جاد ايه نفسي اخلف عيل منك واسميه محسب. محسب؟ بس لما يبقى غلط في حاجة زي دي وعايزة جاد يخلف لازم تديني فكرة قبلها باسبوعين تلاتة. هما تلات دقايق وهوريك. Thank you.
بقول لك مضروب ومدغدغ، خلي عندك شويه سيمس. يعني احسن زيك. ربنا يكفيك شر المره، انت عامل زي القلب اللي بيطلع فقع الريق، يعني ما بتشميش يا بيه. انت بترمي كلام من تحت لتحت يا بابا؟ يا بنتي لو فضلت مستنيه فارس الاحلام اللي هيغني تحت شباكك او ياخدك على الحصان الابيض ويطير ولا عمرك هتتجوزي. كده بقى وضحت الرؤيه. هو هاني ابن عمتي كلمك من امريكا النهارده؟ كلمني ولسه عنده امل. لو سمحت يا بابا لما هاني يكلمك تاني سلمي عليه وقول له ريح نفسه. يعني برضه مفيش فايده؟ ماشي يا بنتي براحتك وعيشي معاك الحليم. لكن احنا مكتوب لنا نشوف بعض تاني ونعرف بعض اكتر واكتر. صلاح انا عايزه اقول لك حاجات كتير بس ما تسيب اللي في ايدك ده وتعالى خد فمين معايا. لا يا ربنا يقل لي بختك اكتر ما هو مقلول. عايزه تفضحيني يا هنادي؟ يقولوا عليا ايه؟ ازيك يا ابو العمدي؟ حصلت لنا البركه يا بهواء. طول نفسك يا قليل الدخ دي قررت مص؟ لسه مصين زعزوع. ايه يا جاد بقى فيلا سليم باشا اخويا تبقى كفر محمد ابو سويلم يا جاد. ايه ده وبطي كمان؟ بطي خير وزين بط بكيني تاكلوا حاجه. البكيني بيتلبس ما بيتاكلش يا ابو العمدي. ما كنت جبت لك كمان معزتين يسرحوا وراك في الجنينه يا شيخ الغاب او جاموسه. انتوا بتنقوزوا عليا يا بهوات ومال معزتين يا برشدي. طب شوف انت اللي دلعت ابنك معزه واحده ترضى بيه ويكون في علمكم انتوا الجوز فات من المهله اسبوع. مبسوط يا فالح بيقول لك فات اسبوع يعني كفر محمد ابو سويلة هيطرب من الجنينة. على عموما اني لقيتها خلاص. يا الله في ايه؟ في ايه؟ بين ده تحية الضيف بس لطاف والله. باخد لك خمسة منهم وانت ماشي يا فوز. اركب يا وطن. انجبني يا رشدي. يا كبيرة لازم السقف ولا ايه؟ شوف كده لا يكون فرخة باضي السقف يعني. ما تقلقش يا مرشدي ده العيشة وقعت علينا كلها في لحظة مضارة. مضارة ايه؟ انا بقول يلا نلحق صلاة الظهر. ما تستعمل ما تشوف الراجل ده يمكن يصلي عليه بالمرة. يبقى فرصة روح اتنضى وارجع يا شباب. لا استنى مش جايز يهدفوا علينا سيجارتين ضمني. صباح الفل يا ابني. صباح الخير يا فرخ النيل. نورت المكان يا ابن الاصول. الله يخليك يا بنت الاصول. اتفضلوا جودو. ومين اللي جنبك ده يا ابن الاصول؟ انا ابقى الاصول نفسها. مساء الخير. بشربها على جوزك. نورت البلد يا ابو العريس. بلد منوره باهلها. امال فين العروسه؟ واحنا مش هنشوفها. هتشوفها يوم الدخله ان شاء الله. ايه يا سيادتك؟ طب ايه؟ لا مؤاخذه يا عريس. قانونا لازم العريس يشوف عروسته. واللي اهم من ده بقى اللي انا اشوفه عايز. ومين اللي فط زي الوطواط ده؟ ده محامي العائله. واللي هيشهد معايا على الجوزه قصدي الجوازه. وجوده معانا ضروري يا كبيره. بقول لك ايه يا حاج؟ خلينا نشوف العروسه وهو بيفرح. انت بقى
يلا. خلاص يا ولد، مجلس العيلة وافق تشوف العروسة. هاتوا العروسة. ايه دي اللي وقعت منهم؟ مين دي؟ العروسة. لا احنا عايزين واحدة ما اتلمستش مش ما بلغتش. احنا سلو بلدنا نسطر البنات الصغار. بس مش قوي كده ولا ايه؟ وين كشفت عليك يبقى لازم انت سطرني. باي عليك وعلى اللي خلفوك. هتسطرها ولا مش هتسطرها؟ اذا كان ربنا امر بالستر هعترض انا. الف بركة يا حبيب اخوك. الله يبارك فيه. صبرت ونولت. لا ده انت صغرت ونولت. وبعدين يا رشدي بص يا ابني
للاخر كده انت حلك الوحيد عند امك. امي؟ ليه بقى؟ امك دكتوره محترمه، واكيد البنات اللي حواليها محترمات، وينطبق عليهم المواصفات اللي طالبها عمك دي. وما تنساش يا سليم ان فات 10 ايام من الوصيه، يعني الفلوس قربت تروح. انت هتهرج يا رشدي، ما هي ماما عارفه ان انا متنيل صايع وضايع. لا 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 مش كده، انت كمان هتخش عليها بقى في سكه ايه؟ في سكه الاخلاق والتوبه. هتصدقك؟ ايوه ايوه، مهما كان دي امك ويهمها مصلحتك، الله، وفي الاخر الخير هيعم على الكل. طب وجاد؟ بتعاني؟ اه ده سيبهولي، انا هظبطه لك واظبط هنادي. يعني انت بجد عايز تتغير؟ هيتغير يا طنط وهيبقى بيس. اخرس انت. ماشي، على فكره يا طنط شخصيتي قويه جدا. هتغير وهكون انسان جديد. وايه؟ انا قلت اخرس انت. ماشي، بس يا طنط شخصيتي قويه جدا. يعني هتسمع كلامي في كل حاجه؟ كل حاجه. اي حاجه اقولها؟ اي حاجه. طب يلا بينا نجري. نجري؟ جري ايه؟ انا مش بتاع جري. يلا. ماما قالت لازم نجري. يبقى لازم لازم نجري. انا قلت لك اخرس. هتيجي تعيش معايا؟ زي الفل. انا بقفل الباب الساعة 10. ده انا بنزل 11. هتصحى الساعة 7 الصبح. ده انا بنام 8. ليه يا طنط؟ هو انت هتشغليه لم الزبالة؟ اخرس انت. ماشي. تفطر وتيجي على النادي، تجري ساعة، تعوم ساعة، تلعب سكواش ساعة، تخش ساونا ساعة. وانا هخش الاولمبياد ان شاء الله يا ماما. وتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. سيبيلي 8 والنبي. هتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفها. حاضر هقطع، بس اقفي هموت هموت. وصاحبك ده اللي اسمه جو، يا اما يتغير يا اما. الله، هو راح فين؟ الظاهر والله اعلم ان جاله هبوط اضطراري. هموت هموت. احنا محتاجين العرايه المنكزه. هي طنط مبادئ لسه بتجري؟ مبادئ يا عبد الصمد؟ على فكره امك دي شخصيتها قويه قوي. معاك حشيش؟ في الشراب. ده اللي ماله عفن. شيرين. هاي يا دكتورة سوسن. ازيك يا حبيبتي؟ انا كويسة. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. سليم ابني. وانا جو صاحبه. اخرس. على فكرة شيرين طنط دي شخصيتها قوية قوي. شيرين تلمستي وانا سعيدة ان انا بدرس لها. ده انا اللي سعيد اني هتعرف عليكي. مالك حبيبي؟ مش عارف. على اذن حضرتك هروح اخد شاور عشان لسه مخلصة تمرين. اتفضلي. جود لك. جامدة قوي. نعم. انت ازيك يا ماما عامله ايه؟ شيرين دي غير كل البنات اللي انت عرفتهم. انا ماشي عشان عندي مواعيد. عايز حاجه؟ متشكر يا ماما، خدي بالك انت من نفسك. حاضر يا حبيبي. ايه يا مستعبط؟ انت هنا بتعمل ايه؟ لا ده انا قلت اشوفك لو عايزه حاجه كده ولا كده. تصدق انك قليل ادب. انا ده انا سافر. في ايه؟ انا بقيت منطشه ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته مع شيرين ده؟ انا ما عملتش حاجه. يظهر اني كنت غلطانه لما صدقت انك هتتصلح بجد. للاسف طلعت نسخه كوبي من ابوك. يا ماما ده سوء تفاهم عادي. يلا لم هدومك وروح عالم ابوك الموبوء. انت بتطرديني يا ماما عشان خاطر واحده شرطه؟ اوعى اوعى تنطق كلمه عنها. شيرين دي نزمتها برقبة مليون شاب زيك، على الأقل في يوم من الأيام هتبقى أم محترمة تربي أجيال، لكن اللي زيك أنت آخرته إيه؟ كفاية بقى يا ماما الأوهام اللي أنت عايشة فيها دي، ما تنزلي أي ديسكو تشوفي البنات عاملين إزاي، الفساد بقى على كل لون يا دكتورة. ما هو الفاسد بيدور على الفاسد اللي زيه، والمنحرف اللي زيك بيبقى زي كلب، بيدور على كلبة يرمي بلاويه عليها. الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده انا جايبه من فوق سور مجرى العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك يا سليم. ابوك.
الله حلو الحطوط ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عم. اجري 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 واديني يا مصلي وصلي يا مصلي تعبير الروح بيستني. الله خد ولع خد ولع لسه طبيعي. يا مرتي يا مرتي ازاي عليك حبيبك النبي بالقزل بالعار والفضيحه. ايه ده مالك العفريت راكب هنادي هنادي مرتي يا مروش مش عارف اعمل ايه قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا مروش دي. انا هعمل لك اي اي ما تسترجي شويه ايه اللي عايز قلبك استرجي طب طب هنادي هنادي انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرا بتعمل ايه ورا الكنبه؟ الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تظبط يا هنادي فضحتني اشوف فيك يوم يا ميسي الهي يا رب اشوفك عريان بلبوص والقلب زايلك بالطوب وتتفضح فضيحة القطط في السوق. ماشي يا ميسي الهي يا رب الاقيك بتلعب في مركز شباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي ايه بس يا عم الحاج ده الناس غلطها السبت والحاج وانا غبت ما وردتش على حد يعني كانك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للاخر ماشي والله العظيم لو عفريت من ضهر عفريت تظهر اظهر يا ميسي يا ابني مو ميسي. اي اي ومين ناولني التاني؟ اي يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا برشدي انا فوقي. اي لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. مش نايف انا اجيب له خابور ولا ايه؟ خابور ايه بس يا تايجر والسهل يا فرعون اصحى يا دي يا ابن النيل فشلت برضو. لو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري بقمري ولوني مصري وكل مصر الله عليك الله شفت يا جد ميسي واللي عمله فيك؟ ما انا عشان كده ما اقدرش اقول له لا ده قادر ومتسلط. لا وايه؟ ميسي ده حريف 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 وعلى قلبه فلوس قد كده. والعمل يا برشدي شو علي؟ طمني يا حبيبي بعون الله انا هطلع ميسي ده من على كتتك. هتطلعه ازاي يا رشدي بايه؟ باي طريقه يا اخي ان شاء الله حتى ابوس دماغه. وان ما طلعش يا رشدي بايه؟ في الحاله دي بقى احطر ابوسه من بقه. ابوسك انا بقك يا رشدي بيه هتطلع العفريت ازاي؟ هعمل لها زار حي. ايه اللي خلي دي كلها راكبها عفريت يا ابو رشدي؟ امال ايه هو ميسي ده شويه ويا ريت ميسي لوحده. لا ده ميسي ورونالدو وسيد معوض يوه يعني ده ضرب بجد يا ابو رشدي؟ امال هزار. ايوه صار بجد يا شتاش انت عليك يا مصر وعلى عفريتك. تعال ورايا انا جاي اهو. ده بقى يا سيدي جو الكوديا بتاع الزهر. الله هاي انكل جاهز يا جو؟ جاهز طبعا. هاي جاهز. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ بقولك الكره دي بتاعت ميسي. ميسي ايه ايه انت هتغنوه ده احنا بنراضيه الا بس يا مروش بقى. الله اصبر بس اسمع الكره دي معمول عليها عمل اسود ومرشوش عليها شويه جوز الهند وسمسم. عمل سفر ده يا مروش دي؟ ما يعني حلوي الكره دي عامل بيها ايه؟ دي هتنطقها على راسك 10 مرات. 10 مرات يا مروش دي؟ مش اقل من كده. ميسي هيشوفها هيغير هيروح خارج من جسم هلالي وراشق في جسمك انت. بخت يا بروش دي بخت عشان اخد بطولات. لا بالمسايسه اقول لك سيب لي ميسي وماله وسيب لي هنادي. يلا وانا يا بروش دي ما لزمكش في حاجه. لا انت هتلبخني وماله. بس انا مش فاهم حاجه يا بروش دي. طب يلا ابتدي. يلا استني بقى لما اجهز. اجهز ما تقلع البنطلون. اصبر يا بروش دي. الله قرا يا بروش دي. مفيش ضفوف ولا حاجة هشغلهم مزيكا أجنبي هطلعهم مثل مزيكا أجنبي. هو ده الاحتراف يا جاد. أقول لك غير له مزيكا يا جو. حاضر يا عم. يلا هو ده الكلام يا بروش دي.
ده انا جايب لك عقد في نادي بارع بيه. ادفع يا ميسي وانا اجيب لك كاس العالم. طلع على المنتصر يا بارودي لسه بس هيطلع. اطلع بقى ميسي. ما تطلع يا ميسي يا ميسي يا كابتن. ما يصحش لو في انتوا بتضرب يوم اضربها بايدي. طب اطلع يا ميسي. مبروك يا جاد. طب يا ملكتها برشدي. لا هنادي ماتت. سليم سليم انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي اشوفك واسلم عليك. جاي برضه تشوفني ولا جاي تشوف شيرين؟ لا جاي اشوف شيرين. هي فين؟ اذا كنت فعلا معجب بيها وناوي تتغير روح كلمها بنفسك وحاول تقنعها بيك. هي فين؟ في النادي. يلا تعبيط. يلا يا بيه كده. طب انا بقى حوريكم. انت شيرين؟ نعم انا بودي. لو سمحت اصحابي قالوا لي انك صعبه. قلت لهم مش على بودي. ايوه على طب اصحابك ما قالولكش ان اللي عكس الاموره القطر بيدوسه. مؤدبة وهتتعبنا. كده بقى يا قطر. هو اخويا وانت لسه شفت حاجه من القطر؟ انا هبهدلك. تعالى يا تعالى قول انا مش راجل. بسيط انا مش راجل. علي صوتك يا انا مش راجل. عشان حاجه لف بقى كده. شيرين شيرين في حاجه؟ انا اسف. ممكن نقعد نتكلم شويه مع بعض؟ ما تخافيش مش هاكلك. انا ما بخافش. يبقى نشرب حاجه. انا موافقه على كل اللي انت بتقوله ومؤمنه بالصداقه لابعد حد. بس الاصحاب لازم يكونوا شبه بعض وانا وانت مختلفين في كل حاجه. شوفي يا شيرين ان الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. والود جاي جاي. كنت اكيد عارفه ان البحر بيجوع وطول ما انت زمار وانا طبال هتجمعنا الموالي. انت ايه رايك بقى في الكلام ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ولا انا. شيرين انا معجب بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه. بس ازاي ارتبط بحد ما اعرفش عنه اي حاجه؟ ايه اللي انت عايزه تعرفيه عني قوي كده؟ يعني مثلا تحب تسمع مين من المطربين؟ بسمع مين يعني؟ هو ده السؤال اللي هيحدد لك قوي يعني؟ بعرور. مين؟ ايه في ايمان؟ بعرور. هو بعرور وحش؟ اصلي بحب عبد الحليم. عبد الحليم مين؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ ده حنين للماضي بقى. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. في حاجة حبيبي؟ ما تركز معايا شوية. حاضر حاضر يا سيدي. نعم خير. اها شيرين طلعت بتحب عبد الحليم وعايشة في زمن الرومانسية وجو غريب قوي. طب وبعدين؟ انت مش لما قابلت ماما كان حبكوا كده شبه زمانكوا؟ طب ما تحكي لي كان ايه الجو؟ احكي لي يا رشدي. روح وهلا احكي. واجي يا سليم عيد. الله احكي. أمك دي كانت حتة لحمة تتاكل نية. كانت مزة مزة. كنت أنام وأقوم وأنا بحلم بيها. كنت أبص ألاقيها نايمة على الوسادة الخالية اللي جنبي. قعدت أحب فيها 3 سنين من غير ما أقول لها. ولما قررت أقول لها راحت لدعاني بالقلم. اتجوزتها. ولما أنت بتحبها قوي كده خنتها ليه يا رشدي؟ علشان ترفس. تلاقيه عمره ما شافك لابسان وقميص نوم شكتشي ولا حاجه فقال يشوفه بره. بس يا ولد انا برضو فكرت في كده وقلت برضو جايز لان عمره ما شافني انثى كده. بس هو كان لازم يلفت نظري لده او يطلبه مني. اطلب ايه يا ابني؟ انا كنت بخاف من رد فعلها. تصدق يا سليم كنت انا اكلمها عن الحب ترد عليا بعلم الاجتماع والفلسفه. أمك كانت بتحب ابن خلدون أكتر مني. ابن خلدون؟ أيوة. ولما زعلت معاه مشيت مع ابن سينا. يا نهار أسود وده ينفع؟ ده اللي حصل ده اللي حصل. هي كانت رومانسية ما أقدرش أنكر.
بس عيبها انها كانت صامته ما بتعرفش تعبر. انا ما سكتش، حاولت معاها، حاولت لحلحها بالاغاني. هو ده كنت بتكلمها باغاني عبد الحليم؟ لا، باغاني احمد عدويه. قلت لها صح تضحي ابوه، ادي الواد لابوه، ما صدقت راحت رمياك في وشي. صح تضحي ابوه، ليها حق تخلع. وانا يا سليم، عارف مين اللي ممكن يظبطك في الحكايه دي؟ مين؟ عبد الرحيم ابو ناي، سكرتير عمك. ما تستغربش، عمك زرع فيه حب عبد الحليم حافظ، واكيد الراجل ده حافظ كل اغانيه. فكرني بقى تاني هنعمل ايه لحسن نسيت كل حاجه. الله، ما احنا اتفقنا لما كان عبد السلام النابلسي وعبد الحليم حافظ مع بعض، عبد السلام راح مكلم النابلسي، عبد الحليم ردد عليه على طول. على خيرة الله، يلا دوت. وشربت حجرين عالشيشة مع توتو السبع ويشة. غنى الاغنيه دي امتى؟ غناها في عنا بشبرا. مستحيل، وتصدق ايه اللي بتقولوه ده؟ ده انا عبد الحليم وانا غنى بشبرا. ده مش عبد الحليم. لا مش عبد الحليم. ولا غناها بشبرا. ولا غنى بشبرا. ما غنى فين؟ هنغني دلوقتي. حجر التفاحة ده تقدم قوي، صدق كارف معايا كريز. كارف معاك ايه؟ جبهة محل يا ابن المساجين. التركادي اللي انت بلعه ده عملت ايه في موضوع جاي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. عملت ايه في موضوع جاي؟ قال لي جاي وراك، ما عرفتش ان اخره. ازيك يا برشدي؟ استنى يا ابني، بنطلب جاي. اطلبه شوف اتاخر ليه. اهو جرس. خليك وراه. اهو. الو الو. ها رد. الو. اقف في حته فيها شبكه، شكله راكب المترو. اشتمه عشان اتاخر عليه. اشتمه. انت فين يا ابني؟ مين؟ انا قصادك اهو. يعمل بصر. الله، ده جاد اهو. هنجر يا ابني، ده فيديو كول. والله كمل بس عشان الرصيد. يا نهار. ايوه يا جاد. يا جدع انت ناولني البتاع اللي في ايدك دي. اهو امسك. الو. الريحه الحلوه دي يا برمجتي. بخور. صنفه ايه؟ بخور. وانت لا مؤاخذة يعني يا برشدي بتشرب البخور ليه؟ اصلي محسود. ربنا يكفيك شر المرض يا برشدي. ناولني حكمني البت هلادي مطلعه على جتيه البلا نادره. اللي يا برشدي الواحد عشان يشرب معاك البخور ده كل يوم والتاني يعني يعمل ايه؟ بسيط، تطلع مستخرج رسمي من شهاده ميلادك وتجيب صورتين بخلفيه بيضة. خلفيه بيضة؟ ودفتر بفرق. على فكره انا مش مقتنع بوجهه نظرك انت واخويا سليم. ان الزمن ده في بنت لسه ما اتلمستش. لا، في يا حبيب اخوه. عندك هناتي مراتي مثلا، ما حدش لمسها. تقدر تقول لي ميولها وطموحاتها ايه في الحياه؟ يا جدع خضتني. ده هناتي دي بنت غلبانه عايزه تخلف عيل شبهي.
وتسميه محسن. محسن؟ يا نهار محسن. شفت مش قلت لك؟ اهو اللي حسبته لقيته. قلت لك ايه قبل ما يخش؟ محسن. يا بيه يا بر. ايه هتموت ولا ايه؟ يا بيه يا بر مش دي. ولا حاجة. يعني حاجة من اتنين. يا اما مراتك عندها حب قديم اسمه محسن، يا اما عندها حب قديم اسمه محسن. يعني ايه يا مرشدي؟ هي هنادي دي منين؟ من صنباط. يا نهار ابيض. سمعتك قلت لك ايه قبل ما يجي؟ من صنباط يا معلم. اه من صنباط يا معلم. يا جدع انت اكتم يا جدع، عايز اتكلم مع ابويا يا رشدي. يا اما مراتك كانت رقاصه قديمه، يا اما مراتك كانت رقاصة قديمة، وفي الحالتين ما زعلش مني. يا إما كانت رقاصة جديدة. ودي الحالة التالتة. وبرضه ما تزعلش منه. يا شتاتي. يا شتات الشتات الشتات يا أبو رشدي. شتات الشتوت. يا نادي. والله ما أنا عدت. أنت يا بيه. مين ما حدت بيه؟ أنت يا بيه. اسم من الاسامي ايه؟ تكون شو عمر الشريف في الساعه في النيل؟ انت يا بنت نفسك انت دمرت حالتي. خلاص هقول. انت ما سبت كان مهنا وقت الفرد خلص وبيسرح معانا في الافراح. افراح؟ خلت غزية بيه؟ ايه اللي كان خدني من صفات وعشت معاه سنتين في البندر وعممتني الراس لحد ما تبع لينا ابويا فجأة وكشف المستخبي وهربت خالتي مع المغنواتي. يا حلاوتك يا اختي، يا حلاوتك وحلاوت ابوك. كانك ضحكت عليا انت وابوك يا هنادي يا خرابي. وانا اللي كنت فاكرك بتروسيني لوحدي. انت اللي بتروسيني عامل الشعب. قصدي ما حدش لمسني. وانت واخدني بنت بنوت يا جاد. ولا نسيت؟ وليش عرفني يا اختي؟ ليش عرفني؟ يا فضحتك يا جاد. يا شتات الشتات لو حد عرف البلد اللي انت غدية. ايه ده راجل؟ في حد هتضيع نفسك عشان غزية؟ يا جدع انت مالكش كان معايا، انا كان مع ابويا رشدي. استوري الحته دي والحته دي والسجين اللي في النص هدعيلها لما السبت. يلا اطلعي. اوعى يا جدع انت، ده يا ابويا رشدي مش كفايه عليا ميسي؟ يا ابني يا جاد اللي اتكسر يتصلح. يتصلح ازاي يا ابويا رشدي؟ خليك رويح. يعني ايه رويح دي يا ابويا رشدي؟ يعني خلي روحك رياضيه وفوت وكل بصل كتير عشان تقدر تفوت وخليك رويح. الله امال وقف جنب اي حيطه واسند ضهرك والهارد لك يا جاد. هارد لك يا جاد. وخليك رويح. ورويح وفوت. يا شتات الشتات يا بلوشتي يا حزب الحزب. ده ما فيش صريخ ابن يومين على الكوبري. يعني الواحد لو اذى مش هيلاقي حد ينجده. لا في واحد هناك اهو ما اروح له. يا شتاتي يا شتاتي يا خسرتك يا جاد يا خسرتك في الموت. بس اعمل ايه؟ لازم انا اموت نفسي، لازم انا ازحف النيل. بس قول لاهل البلد ايه؟ مرجت غزيه، مرجت غزيه. تلاقي الميه مرصراصه دلوقتي. يابا اي خدمه يا اخ؟ ساعدني يا خال. عاوز مني ايه؟ عايز انتحر. يلا نط. ترى ايه يا جدع؟ مفيش ايه ده؟ ارجع اللي في دماغك. واقول لك ليه؟ اذا كنت هنط وراه. الله انت مرضك كمان طلعت غزيه. انت عرفت؟ احيي دماغك مشهوره مشهوره. خلاص يا عم الحاج، حاج مننا شعبي يحب النكت قد عينيه. يجي العيد نروح العرافه. حرام عليك كفايه ما تعذبنيش. حتى لو ضحكنا نقعد نعيط ونقول خير الا لما جعله خير. حرام عليك ما تيأستيش. يابا حتى الام يوم فرح بنتها تقعد تعيط وكانها ماتت وتقول لك دي دموع الفرح. حرام عليك يأستيني في حياتي. يلا ننط سوا. طب نط انت وانا هحصلك. الله. طب مين اللي على الشباك لك؟ مين اللي على الشباك؟ يا سيدي انا هساعد نفسي بنفسي. توكل على الله انت بس. يلا توكل على الله. استنى انت حصلني. ياح ياح. الله ده ازع بصحيح. الهي ربنا ايه اللي باختك؟ طب ازع وراه ولا اطلع عايز؟ ده في الحلم اللي صعب جد. حتى لو حتى وغرى الى حتى وجده. غزية يا
شتتي يا شتتي شتت عليك يا نيل، كل الخلق بتقدح فيك يا شتتي الشتات. ده بيبقلل بيبقلل وانا عيل، انا عيل انا عيل يا سيادنا. يا روح ما وعدك روح يا اولاد، يا روح ما وعدك روح. تعالي يا جدع، انت عايز تقدح كمان بالنيل؟ ايه مرادك غادي يا شتت الشتت عليك يا مادي، يا شتت الشتت عليك يا غوادي. ربنا يقلي بختك يا سليم. بقولك ايه؟ روحي انت. من ساعة ما عرفت يا مولانا ان مراتي غازية وانا هشان مش عارف اعمل ايه، اطلقها ولا اخليها على ذمتي واروح؟ روح يا مولانا. هل بعد زواجك منها فكرت ترجع للرقص؟ ترقص تاني؟ وايمنات المصطفى كنت اقتلها. بس الكذب خيبها يا مولانا،
ساعات يعني كانت بترقص على اساس ان انا جوزها. ان الله يغفر الذنوب جميعا، ولان يهدي الله بك امرا خير من 70 سنة عباده. احمد ربنا يا ابني. حمدينه وشكرنا والله. يجوز ممكن تتعب في الدنيا شويه، بس عملك ده هينفعك في الاخره. خليها يا ابني، ربنا يجعلك من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بحبك. حقيقة قولوله بحبه بحبه من أول دقيقة. قولوله بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة. بعيون جريئة بعيون جريئة. لحقت وحشك؟ ما انا لسه كنت معاك امبارح. اه لو تعرف اللي انا فيه وشو اللي غلوب تداري. كان قلبك يسهر ليالي مع قلبي ويقول له في حاجه حبيبي ولا ايه؟ تشربي ايه؟ برتقال. واحد برتقال واحد بيره. بيره؟ اه لا انا يعني غير كحول. يلا. والله العظيم وحشتيني. الكلام ده بقى قلته لكام واحدة قبل؟ كلهم. كمان بتعترف؟ أمال عايزين أكدب عليكي؟ والله العظيم قلت لهم كلهم. بس الفرق بقى إن أي واحدة كنت بقول لها كده كانت بتيجي معايا على الفيلا على طول. على العموم أنا طول عمري مؤمنة إن الأفعال ليها صوت أقوى من الكلام. نحن رجال أفعال لا أقوال. يلا. على فين؟ هطلب إيدك من أبوكي دلوقتي. حيلك حيلك، وأنت فاكر الموضوع سهل كده؟ وإيه اللي هيصعبه بس؟ وان شاء الله لما تقابل بابا ويسالك انت يا ابني شغال ايه هترد عليه وتقول له ايه؟ هقول له. هيقول له يا عمي انا اول ما اتجوز بنتك وانفذ الوصيه هكوش على ثروه عمي كلها. ماما. ايوه ماما، لازم جوازك من شيرين يتبني على الصراحه وتقول لها على الوصيه قبل الجواز. وصيه؟ وصية ايه اللي ماما بتقول عليها؟ يا ستي دي بتهرج، انت صدقتي؟ اقول لك انا بقى يا مزمزيل هاني بقى عم الجدع التلفان ده اوصله بكل ثروته. شرط اساسي انه يتجوز واحده تكون محترمه، من الاخر تكون بنت بناتي ما تلمستش قبل كده. ما تجيب حنك ليه؟ انت كنت بتعمل كل ده عشان ثروه عمك؟ لا يا شيرين، انا عملت كل اللي انا عملته ده علشان بحب. انت مش بني ادم، مش بني ادم. شيرين شيرين كده يا استاذ. يا عم انا لا تفتكر في امل بعد البير ولا قبل البير؟ الله شكلك حلو قوي وانت عامل زي الواحده اللي الكبده طبخها. خربتها يا اخويا وجاي تشمت. انا برضو يا جدع اللي خربتها، انا اللي داريت على مزمزيل شيرين وما قلتلهاش على موضوع الوصيه. ملعون ابو الوصيه على اليوم اللي شفتك فيه يا اخي. فلوس ايه ونيله ايه؟ انا كل اللي عاوزه دلوقتي ان شيرين تسامحني. انا بحبها يا جاد. وماله؟ بس يكون في علمك ناقص 10 ايام ولا 40 يوم يخلصوا يا روميو. Thank you.
يا ابني مالك؟ في ايه؟ انت هتفضل قاعد مكتئب كده على طول؟ خايف عليا قوي مش كده؟ ايه السؤال الاهبل ده؟ طبعا لازم اخاف عليك. ومش انت ابني الوحيد برضه؟ ولما انا ابنك الوحيد عملت فيا كده ليه؟ عملت فيك ايه يا ابني؟ خليتني اصدق اني مفيش بنت محترمه. خليتني افقد الثقه في كل البنات. هي دي اخرتها. بس الغلطه غلطتي. يا ريتني كنت سبتك لامك تربيك. الست الدكتوره بتاعت الاخلاق والمبادئ والقيم اللي اتخلت عن ابنها الوحيد. معاك حق يا ابني. انا فعلا غلطت في حقك كتير، بس اوعدك مش هسيبك الا لما ترجع لشريط. انا مش محتاج مساعده من حد. انا هبدا حياه جديده تماما وبنفسي. تطلع صح بقى تطلع غلط مش مهم. المهم انها هتبقى حياتي انا وبايدي انا. هتعمل ايه يا ابني؟ مديونير البنك هتسدد النهارده. الحمد لله. يا سلام. ومن بكره المكسب كله هيبقى ليك. يا الواحد بقى يروح يشتري تمنيه حشيش وقلبه مستريح. اطلع بره يلا. اطلع بره. اطلع بره. اطلع بره يلا. اطلع بره يلا. اطلع بره. الواد ماله قلب على تلاجه ليه من ساعه ما تلاجه ايه؟ ده دي فريزر. ازيك يا عبد الصمد؟ ازيك يا فندم؟ مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك. انا لفيت المصنع واتاكدت انكم فعلا اتغيرتوا بحق وحقيقي زي ما قال لي جاد. جد؟ انت بتتجس علينا يا متر؟ ازيك يا ابو رشدي؟ هتجس عليك ايه بس؟ يا سيادنا انا من الاخر من طرف الدكتوره سوسن. جابتني واتفقت معايا ان انا بس عليكم دور المحامي عشان اساعدها ان ربنا يصلح حالكم. خليك روحي يا ابو رشدي. رويح اخيرا فهمتها. ربنا يبارك لنا فيه. بعد اذن سعادتك اسعدت الهالم. بعد اذنك يا رشدي بيه. يعني ايه؟ الله يا ابني ما انا فاهم حاجه. طب ووصيه اخويا المرحوم؟ الوصية بتقول إن سليم الكبير كتب كل ثروته لسليم الصغير. أنا مش فاهم حاجة. والشرط اللي في الوصية؟ دي فكرة جات لي أنا وعبد الرحيم سكرتير المرحوم عشان نصلح حالك وحال أبوك. جرايه يا ماما؟ أنت عاملة عليها لعبة ولا إيه؟ يا حبيبي أنا خايفة على مصلحتك. خايفة على مصلحتي تعملي كده؟ مش كده يا سيدي. أمر إزاي؟ الناس دي لعبت بيا ومشاعري. بس حالك اتصلح وبقيت بني آدم محترم. بس أنت من غير ما تحسي ضيعتيني. اللي اتكسر يتصلح يا يا بابا. انا اللي اتكسر جوايا لا يمكن يتصلح ابدا. شيرين مسافره النهارده. الحقها يا ابني، البنت بتحبك. يا رب يلحقها. ان شاء الله هيلحقها زي ما انا لحقتك بالظبط. صدقيني يا سوسن انا بحبك قوي وخلاص.
اتغيرت ولا يمكن هبص لحد غيرك. انا اللي مش هديك فرصه تبقى لغيري، لاني عرفت ان كان لازم ابقى انثى. لازم تبقي انثى قدام جوزك حبيبك. انثى انثى بجد يا حبيبتي يا سوسن. ايه ده ايه ده؟ انت مين يا استاذ وعايز ايه؟ انا اسف يا عم، انا انت ايه؟ انا انسان فاشل جدا، عشت عمري كله بدور على حاجات تافهه عشان اعملها لحد ما قابلت بنتك وخلتني بني ادم تاني. انت كذاب، وعملت كل اللي عملته ده علشان تفوز بثروه عمك وبس. انا بحبك يا شيرين، والله العظيم بحبك، وعمري ما حبيت حد كده. اطلع المطار. مين ده؟ والكلام ده قلته لكام واحدة قبل؟ بتاع 3-4 مثلا. تتجوزيني؟ Hey!
مليانة سعد أجمل حبيبين في الدنيا. يا رب يخليكم لبعض ولا تتعينوش عن بعض الثانية وتعيشوا دنيا مليانة سعد أجمل حبيبين.